الجوية ولشركة الخطوط الجوية الجزائرية سيدة من أندلسي. إذن بعد قليل زيد. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أزول في الأول مرحبا بكم معنا في عدد جديد من ضيف المورنينج. اليوم راح يكون استثنائي تماشيا مع الحدث، راح يكون ضيفنا اليوم خارج البلاطو خارج الاستوديو مباشرة من مطار الجزائر الدولي. معنا الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية سيد أمين أندلسي. صباح الخير. صباح الخير بلال، أسعد الله صباحكم ليك والمتفرجين الكرام. أمين، كان من المنتظر تكون معنا في البلاطوات هذه الأيام، ولكن مع هذا مع كل هذا حكمناك في المطار. لا، إنه الحدث بلال، الحدث بلال، احنا أكيد نتابع الحدث. أكيد أمين. أمين، خلينا يلا نبدأ في لقائنا اليوم. أول رحلة نحو باريس هي الآن ذهاب في انتظار عودة المسافر أو عودة الجزائريين المقيمين في الخارج بداية من مساء اليوم. خليني حطني في الصورة أمين، كيف تمت عملية التسجيلات، عملية الشراء، اقتناء التذاكر؟ هل كان هناك توافد كبير للجزائريين لاقتناء تذاكر العودة والذهاب من وإلى الجزائر؟ خليني برك بلال نذكرك انه كانت هناك مده انقطاع دامت اكثر من 15 شهر مرت بها الجويه الجزائريه، ما كانش غير الجويه الجزائريه، عده شركات طيران في العالم مرت بهذه الفتره الصعيبه اللي كانت جراء وباء كورونا اللي اجتاح العالم. السلطات الجزائريه كانت في الاول قررت توقف الرحلات الخارجيه والداخليه، كانت مع الاول هناك الناس ما عندهاش علم ولا يقين بهذا الوباء. من بعد السلطات عاودت قررت اعاده بعت رحلات اجلاء، رحلات الاجلاء اللي تمت عبر عده مراحل، خمسه ولا ست مراحل في هذه المرحله الجويه الجزائريه مع السلطات العموميه. اجلينا اكثر من 7000 مواطن جزائري كان حاصل في ديار الغربه عبر عده عواصم. الخطوط الجويه الجزائريه حطت في مطارات دوليه لم تحط فيها من قبل، على سبيل المثال امريكا، على سبيل المثال تايلاندا، الهند. من هناك انقطعت اخر رحله كانت يوم 28 فيفري جراء الموجه الثانيه اللي اجتاحت العالم، وكانت هذه الموجه الثانيه اللي حملت في طياتها لو فاريون، هذا الفاريون المتحور الجديد. ايضا هناك العالم تفاجأ لهذا المتحور، ما عرفش كيفاش يتعامل معاه. الان السلطات العموميه بعد ما استنادا للجنه العلميه ولمعطيات ابيديمولوجيه قررت اعاده بعد الرحلات. هذه الرحلات هي جزئيه استثنائيه تسمح للجزائريين سواء في الداخل او الخارج للتحرك، تحرك ايضا لغايات قصوى في المرحله الاولى. ايضا عندنا طلبه جزائريين اللي راهم كملوا دراستهم في عده عواصم، هذا الفتح الجزئي يسمح لهم باش يعاودوا يدخلوا للجزائر. فيما يخص الاقبال حقيقه بلال كان اقبال. نعم أمين، يلا فقط. نعم، مع بداية فتح عملية اقتناء التذاكر، تذاكر السفر بخصوص كل الرحلات المعلن عنها، على الأقل 3 رحلات نحو فرنسا أسبوعيا، رحلة إلى إسطنبول، رحلة تونس، ورحلة إلى إسبانيا، هكذا أمين؟ نعم نعم. يلا قبل ما تقول لي عملية اقتناء التذاكر هل كان توافد، قل لي فقط اليوم عندنا، اعطيني برنامج الرحلات على الاقل خلال هذا الاسبوع الاول. بلال احنا فتحنا المبيعات، مبيعات والحجوزات يوم الاحد الفارط. هذا الفتح كان هناك اقبال كبير. الاقبال هذا نحن نتفهموه لانه يمثل عن حب وشغف الجاليه الجزائريه في العوده الى الجزائر، احنا يرانا هنا لخدمتهم. بالنسبه للرحلات، البرنامج هو رحلات اسبوعيه بلال، كاين عندك رحلتين
لباريس في الأسبوع، عندك رحلة أسبوعية لمارسيليا، عندك رحلة إلى اسطنبول، عندك رحلة إلى إسبانيا، ورحلة أيضا إلى تونس. هذه رحلات أسبوعية، وكما سلفت أن ذكرت بلال، هو فتح جزئي وليس كلي ليسمح الناس يكون عندهم تنقل بالنسبة للجزائر أو بالنسبة إلى خارج الجزائر. نعم أمين، اليوم اليوم رحلة باريس، ماذا بينا نعرف باقي الرحلات متى أمين؟ بلال، الرحلات هي مبرمجة كالتالي، عندك رحلة إلى باريس يوم الأحد، عندك رحلة إلى اسطنبول يوم الخميس، تونس يوم الاثنين، وهكذا إلى غاية انقضاء ذهب وإياب، برنامج جوان إن شاء الله. ذهب وإياب، ذهب وإياب بلال، إلى غاية نعم نعم، إلى غاية الى غايه انقضاء بلال، هو الموعد الاول محدد الى غايه شهر جوان. نعاود نذكرك ان هناك لجنه علميه هذه راهي تراقب العمليه عن قريب، وتشوف اذا كان هناك ان شاء الله نجاح العمليه يكون مرهون بوعي المسافرين بلال. اذا كان هناك فتح ايضا تدريجي ويكون هناك اكثر رحلات يكون بوعي المسافرين بلال. إذا أفهمت من كلامك أمين، وكذلك من كلام المسؤولين في الجوية وحتى الوزارة في تواصل معهم دائما، أنه في حال تم الالتزام بالإجراءات الصحية اللجنة العلمية ممكن جدا أنها تفتح رحلات أخرى وعدد رحلات أخرى أيضا. أكيد أنا أستند إلى أقوال اللجنة العلمية اللي كانت حذرت ومن إعادة انتشار الوباء، لهذا لازم قلت لك العملية مرهونة بوعي المسافرين. نعطيك بعض الأرقام بلال، أكيد أنتظر الأرقام أمين. فيما يخص الحجوزات إن سمحت، نعطيك لغة الأرقام، أنه في العملية الأولى عندما حلينا الحجوزات يوم الأحد كانت ليس على سوى الوكالات، كانت على مستوى الواب، كانت على مستوى مركز الاتصالات الكول سنتر، أنه في اللحظات الأولى احنا كخطوط جوية الجزائرية شفنا راحت أكثر من 6400 مقعد من الخارج إلى بالنسبة إلى الجزائر، كانت في الوهلات الأولى تقصد رحلات الأيام مقعد لحد الآن، رحلات العودة، رحلات الإياب من 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 الخارج إلى الجزائر. رجاء أمين خلينا فيما يخص توحشنا صوت المطارات بلال، فيما يخص يا خويا ان شاء الله هذا الصوت حيدوم بوعي المسافرين واحترامهم للبروتوكول الصحي الصارم اللي دارته اللجنه العلميه. نعم. فيما يخص الحجوزات بلال، كان هناك اقبال رهيب كما قلت لك، اقبال رهيب على مستوى الوكالات، على مستوى الكول سنتر، على مستوى الويب تاعنا بلال، هذا لانه كان هناك انقطاع اكثر من 15 شهر على بالنسبه للرحلات، الناس كان عندها شغف خاصه الجاليه تاعنا باش تعاود تدخل للجزائر، انه 65% من الحجوزات تمت على مستوى الويب، على المستوى الارضيه الرقميه بلال. نعم. 65% من الحجوزات. نعم، اذا كان ممكن امين بلغه الارقام دائما تقول لي شحال من تذكره تم بيعها فيما يخص كل الرحلات. لحد الان عندنا اكثر من 7500 تذكره. 7500 تذكرة تمت بيعها على مستوى الوكالات وعلى مستوى الأرضية الرقمية وعلى مستوى الكول سنتر مركز الاتصال، لكل يعني لفرنسا، لإسبانيا، لتركيا ولتونس، هكذا للرحالات، فيما يخص الرحلات الأسبوعية لمقرة من طرف السلطات العمومية. نعم، إذا كل 7500 تذكرة تم بيعها ذهب وإياب أمين. ذهب وإياب بلال، خليني نذكرك أن هناك أيضا شروط للدخول على مستوى الجزائر. الشروط هذه متمثلة أن يكون عندك تيست بي سي آر سلبي منجوز في مدة 36 ساعة قبل الركوب، يكون عندك هناك أيضا تذكرة تكون صالحة بالنسبة للركوب، يكون عندك هناك أيضا إملاء بطاقة صحية، هذه البطاقة راهي متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص
الخطوط الجويه الجزائريه. هذه البطاقه تمكن لا سمح الله اذا كان هناك فيروس ولا تقدر تعرف لا تراسابيليتي الناس هذا من جا وين ركب وين راح. هذا للتحكم في العمليه من الجانب الصحي. وايضا هناك دفع تكاليف بلال، تكاليف للاقامه، الاقامه هديه في 5 ايام على مستوى فنادق نعم محدده من طرف وزاره السياحه. نعم. يلا امين، بما ان الخطوط الجويه الجزائريه الوحيده المسموح لها بالتصريح والادلاء بمعلومات فيما يخص هذه العمليه الوحيده المسموح لها، انا لن اتركك الان حتى تجيبني على كل الاسئله فيما يخص الاقامه والاعاشه. او امين، اليوم مساء تدخل اول طائره. نعم. قادمه من باريس هكذا في تمام الساعه الرابعه. نعم. شنو هي الاجراءات اللي تنتظر المسافرين؟ نعم. إجراءات وقائية كما هي معمولة في كل مطارات العالم بلال، هذا ليس استثناء للجزائر. بلال نذكر ونعاود أن الوباء ما زال متواجد في العالم، الوباء راه يتمحور، لافاكسيناسيون التطعيم ليس 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 كافي لتمحور نعم امين كيش نقول بلال، لانه هذا التطعيم مازال ما يكون كافي للقضاء على هذا الوباء. نعم. ايضا قلت لك يلحقوا المسافرين ديجا بلال في عند لومباركومون في فرنسا، بلال يقدم هذاك لو تيست بي سي ار اللي يكون سلبي. هنايا على مستوى مطار الجزائر كاين اللجنه العلميه اللي كان اللي راهي حاضره هنا بقوه وعملت لي زاجون سانيتير تاعها، يقوموا هناك كاميرا ترميك ليشوفوا درجة الحرارة بالنسبة للناس، من هناك يقوم إرفاقهم إلى الإقامات تاعهم على مستوى الجزائر. الإقامة تاعهم يكون عندهم حجر صحي لمدة 5 أيام، بعد 5 أيام يكون عندهم هناك أن تيست أونتيجينيك، هذا التيست يبين إلى هاد الناس هم في حالة صحية جيدة وما يكونش هناك انتقال الوباء في الجزائر. نعم، أمين، العائلات ديالهم هل ممكن يتلاقوا بهم اليوم ولا ما يتلاقوش؟ لأنه مانيش عارفين كيفاش يتم نقلهم من الحافلات. لا بلال الحافلات بلا هل هي بلا نعم بلال، إذا كان هناك لقاء مع العائلات تاعهم الحجر الصحي ما يكونش واقيت، ما يكون هناك انتقال العدوى عن يعني ما يخرجوش لهذا يكون لا بلال، يكون استقبالهم من طرف كل شيء مهيئ بالنسبه للنقل تاعهم عبر حافلات، الحافلات هذه تروح مباشره الى الاقامه تاعهم بلال. نعم. منين تنقلهم امين؟ هذه اللي حبيت نسقسيك باش نشوفوا هل يكون احتكاك ما يكونش احتكاك. بلال ما يكونش احتكاك، يكون من المنطقة عندي يعملوا لي فورماليتي تاع لاريفي تاعهم بلال، يروحوا مباشرة الى يعني ما يخرجوش خارج المطار، ما يخرجوش خارج المطار وسهرين عليها، ما يخرجوش بلال، ما يخرجوش، العملية واقفين وسهرين عليها وزارة الصحة. نعم. إذن أمين نبقى دائما في قضية البروتوكول الصحي فيما يخص القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس خلال مجلس الوزراء، والقاضي بتخفيض نسبة 20% فيما يخص الإقامة والإعاشة. ممكن تحطنا في الصورة في هذه النقطة أمين؟ أكيد، كان هناك مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية قرر هذه الإجراءات لتكون في فائدة الطلبة والناس اللي تكون في حالة مادية مرة صعيبة، لهذا السلطات الجزائرية قررت أن ترافق الناس هادو على مستوى مصاريف الإيواء. نعاود نذكر بلال أنه الدولة هذه الجزائرية ماشي أول مرة تعمل هذا البرنامج، أنه خلال فترات 5 مراحل ولا 6 مراحل الإجلاء كانت تكاليف الإيواء على عاتق السلطات الجزائرية 100% في فنادق جد محترمة بلال. نعم. إذن أمين سأبقى معك في السؤال حول الذهاب ما يخص الذين يريدون الخروج أو السفر من الجزائر إلى هذه البلدان الأقل المعلن عنها لحد الآن، كيف يتم يعني الإجراءات وشنو هي الإجراءات؟ إذا بغينا زعما نسافر وش لازم نديروا أمين؟ بلا
بلال، السلطات الجزائرية أقرت إعادة بحث الرحلات الجوية على مستوى عدة عواصم. احنا العواصم هذه اللي نتعاملوا معها نسميهم البلاد اللي يضيفوا الجزائريين، عندهم شروط دخول. كاين بلدان تسمح بشروط يدخل يكون بتأشيرة من نوع سي، هي تأشيرة السياح. وكاين بلدان لحد الآن، على سبيل المثال فرنسا، إسبانيا، لحد الآن مازال ما أقروا سماح دخول السياح. كاين اخرين اللي عنده الناس واحد اخرين اللي عندهم فيزا من نوع دي، هي فيزا دانستالاسيون، ولا يكون ايتوديون، ولا هادو مسموح لهم لحد الان الانتقال. احنا الخطوط الجويه الجزائريه نتعاملوا مع هاد البلدان فيما يقره بالنسبه شروط الدخول. يعني ما لازم مش احنا اللي نحدوهم بلال. نعم، ما لازمش يكون عندك تصريح من وزاره الداخليه ولا وزاره الخارجيه حتى تسافر، فقط تكون عندك يا اما فيزا دي او سي. هذا حقيقة لا بلا الفيزا سي لحد الان كاين دول مازال ما اقرتها. نعم. لانهم مازالهم في حالة حجر صحي، ما راهوش كلي، جزئي بالنسبة لهم، مازال ما يسمحوا بدخول السياح. نعم، اذا امين طائرة اليوم راح فيما يخص تراخيص دخول ولا خروج. بلا تراخيص دخول اما الخروج ما راهيش موجوده، ماهوش موجوده مطلوبة. طائرات اللي راهي تروح الذهب، راهي تروح معمره، كلها تم اقتناء تذاكرها. الذهب ما راهوش ممتلئ على كله، كما اليوم صباحا كانت عندنا حوالي 60، ما يزيدش عن 60 مسافر. اما الرجوع فهو الطائره نقول لك بلال انها ممتلئه على اخرها. نعم امين، فيما يخص اسعار التذاكر، كان تم ترويج مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد تبعتها انت، انه التذكره وصلت حتى ل 20 مليون 30 مليون، بالاقامه لحقت حتى ل 50 مليون. تشوف الاسعار الان التي تم الاعلان عنها اسعار عاديه، يعني مش مبالغ فيها، او اسعار موالفين تتعاملوا معها في السنوات الاخيره. بلا نقول لك قبل انه الخطوط الجويه الجزائريه في هذه العمليه ما راهيش عمليه تجاريه، هي عمليه تقديم خدمه عموميه، خدمه عموميه بالنسبه للجاليه، يعني اللي تجيو بالنسبه للجزائريين اللي راهم في حاجه للخروج لقضاء حوائج اقتصاديه او اشياء هامه. بالنسبه ناكد لك بلال انه في الفتره الاخيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك خلط وغلط بالنسبه للراي العام، كان هناك اشخاص ليس لهم صله لا بالجويه الجزائريه ولا بالسلطات العموميه، كانوا يقومون بترويج بيانات، مقالات، برامج كاذبه ومزيفه. لو كانوا صحفيين نقدر نقول لك كان سبق صحفي ولا متفاهم، الناس هذوما ما خدموش لا الجويه الجزائريه وما خدموش لا الجزائريين بتغليطهم. قد شفنا احنا اللي كاين الناس اللي مدوا مواعيد خيالية لفتح وكالاتنا بالخارج، والناس كان هناك تطابع وتزاحم بالنسبة لهذه المواعيد الخيالية. نعم. تقصد بعض الأشخاص الذين بالنسبة لتمن تكلم آمين تحدث بالنسبة للسعر بلال، كما يقول بالنسبة للسعر بلال، السعر نعطيك على سبيل المثال 519 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للجزائر إلى فرنسا أورلي. بلال نتحدى الناس وراهم كاين هناك متنافسين للجزائر للخطوط الجوية الجزائرية، نقدر يروحوا ويعملوا سيميلاسيون ويقدر يشوف شحال هاد الخطوط راهم يبيعوا في رحلة ذهاب فقط، يقدر يشوف شحال راهم يبيعوا التذكرة. كلش راهو على أرض الواقع بلال، ما نخبوا والو، 519 اورو بالنسبه للخطوط الجويه الجزائريه اللي ما اشتغلتش اكثر من 15 شهر، الخطوط الجويه الجزائريه اللي عندها اكثر من 9000 عامل اللي حافظت عليهم، وكانت الشركه الوحيده في العالم اللي ما قامتش بطرد العمال، قدرت تحافظ على مناصبهم وقدرت تصب لهم اجور
حقوقهم آخر كل شهر. هذا كان بالنسبة لتدبير الراشد اللي قامت به الخطوط الجوية الجزائرية خلال السنتين الأخيرتين. بلال، كانت سمحت لنا الخطوط الجوية الجزائرية كانت عودت للواجهة وكانت حسنت رقم أعمالها وحسنت، باش نقول لك بلي في الأخير أنه خطوط الجوية الجزائرية ما راهي شركة مفلسة تدخل مبالغ بالنسبة بالعملات الأجنبية بالأورو، وهذا اللي سمح لنا نشده أكثر من 15 شهر بلال. نعم، إذا أمين تشوف للأسعار عادية يعني منطقية بلال؟ أسعار عادية من نقدر بلا نعاود نقول لك لبلي أنه سعر تذكير الطيران تدخل فيها عدة رسومات وضرائب، رسومات وضرائب هذه تقطعها المطارات الدولية، تقطعها المسالك اللي ناخدوها، تقطعها عدة أشياء تدخل وعوامل تكون في هذه التذكرة، ما راهيش الخطوط الجوية تديها 100% بلال. نعم، حتى إذا دتها 100% وعلاش بصحتها؟ إذا أمين، فقط فيما يخص دائما نتكلموا على رحلات الذهاب، مثلا الرحلات اللي ما تشترطش الان وجود تاشيره دي هكذا وتقدر تقبل بتاشيره سي، هي اعتقد تونس واسطنبول هكذا. عندك تونس واسطنبول لحد الان، عندك تونس واسطنبول. الان المواطنين اللي راهم يشاهدوا فينا الان اللي يحب يروح لاسطنبول ولا اللي يحب يروح لتونس كيفاش يدير؟ هل يروح يقتدي تذكره مباشره؟ والله غير بلال، انا نقول لك لبلي ما راهيش فتره سياحه ولا فتره تنقل، الوباء مازال متواجد، الناس اللي تحب تروح يكون عنده ضروره قصوى. بلال ما نكذبوش على روحنا، دي بروفيسور في الجزائر تاع الصحه يوصوا ويعاودوا لي بلي انه قدرات استيعاب مرضى كوفيد في الجزائر وغيرها في البلدان، احنا شفنا فرنسا كانت تاخذ مرضى لالمانيا، قدرات استيعاب الكوفيد راهي محدوده بلاد، وحنا نخموا على الـ على الـ على سلاك الطب اللي يكون عندهم ان شاء الله مومون دو ريبي، يكون عندهم يتنفسوا شويه، لانه اكثر من 15 شهر وهما يواجهوا، كاين اللي ما شافوش عائلتهم لشهور، ما نكونوش انانيين بلال، وما راهيش فتره تاع سفر. نعم امين، قال بلال. نعم امين، خليني نعود معك الى بعض البيانات التي اصدرتها الخطوط الجويه الجزائريه وعبر صفحتكم كذلك على الفيسبوك. شفنا الامس بور لي ديبار دو ليترونجي فير لالجيري تو لي باساجير دواف اتر مينوي دو بي confirmé sur le vol réservé. واش تقصدوا؟ هل حدث امور ربما نعم امين. نعم نعم بلال، هنا نولي لك بلي انه ظرف قاهر كان هناك اجبر الجويه الجزائريه الناس تكون عندها اكثر من نصف مليون تذكره غير مستهلكه، هذا كان خارج على نطاق الجويه الجزائريه، ماشي احنا اللي قررناه، كانت فتره وباء توقفت كل الرحلات، حنايا شركه الطيران الجويه الجزائريه عندنا التزام، الالتزام الا هو اعاده ادراج هذه التذاكر ونسمحوا لاصحابها للتنقل بهذه التذاكر، ولكن هذا يكون بتدريجيا، ليكون ماشي بثلاث رحلات في الاسبوع اللي حتسمح لنا نعاودوا ندرجوا هذه التذكيرات، اللي احنا نقوم بعمليه اعاده تاهيل التذكيرات لهاد الناس، وان شاء الله نعاودوا الناس هذوما كاع نعاودوا. امين، في هذه النقطه فقط اعاده تاهيل التذكيره، اللي شرى تذكيره مثلا قبل الغلق ب 5 ملايين ولا ب 6 ملايين ولا ب 300 اورو او ب 250 اورو، اليوم التذكره راهي ب 519 اورو، هل يخلص الفارق ام ما يخلصش الفارق؟ بين ال 519 اورو بالناس اللي راهي تجي فرنسا تعمل فرنسا الجزائر فرنسا، هنا في الجزائر التذكره راهي تقريبا دير 30000 دينار ولا 40000 دينار جزائري. فيما يخص اذا كان تقول لي انت تكون اذا تكون هناك زياده بالنسبه للناس اللي كانوا اقتنوا تذكره، احنا كما نقولوا لها بروموسيونال اي عرض ترويجي، انت في العقد تاعك في العقد الترويجي يقول لك اذا كان هناك ظرف طارئ ولا يكون هناك انت ملزم على الزياده. من زياده ما راهش تكون كبيره بلال. اذا امين، هذا بالنسبه للعمليه الترويجيه، انت عندك ديجا. نعم بلال. نعم تفضل كمل امين كمل.
كمل سيد أمين. بلال تما بكل شفافية ما نقولكش العملية الترويجية أنت عندك في كي تدي التذكرة بالمراء مكتوب أنها خاضعة تما لعوامل إذا كان هناك طرف ضارئ ولا. نعم أمين، سؤال قبل الأخير فيما يخص غلق نعم بلال غلق زملائك في انتظار بلال راهم بقوة. إذا فيما يخص غلق بعض الوكالات في فرنسا نعم نعم وش اللي حدث بلال هذا الملف كانت بلال هذا الملف كان فصلت فيه المجلس الوزاري وكان حدد ان هناك يكون نقص من الوكالات لمراهيش اللي ما تكونش عندها نعم اقصد نعم اللي حدثت امس واول امس هذه هي بلال اكيد كان هناك بلال انا قلت لك كان هناك اقبال رهيب على مستوى الوكالات تاعنا في فرنسا. انا ما نقولكش لي بلي نرمي المسؤوليه على زبائن تاعنا الكرام، نقول لك هو شغف وتحمس كانوا حابين يدخلوا الجزائر، لهذا احنا ما قدرناش نسيروا هذاك الضغط الكبير والرهيب، غلقنا التجاره مي في فرنسا حلينا على يكون الاقتناء على مستوى الويب. نعم، إذا سؤال آخر حتى أترك الزملاء يعملون على شكرا مستوى. بلال شكرا لا خليني السؤال آخر أمين يلا ما شكرا ركز روح إذا أمين بما يخص بيع التذاكر هل ستستمر العملية؟ آخر سؤال أكيد حتستمر وبلال نعاود ونعيد ونكرر أنه العملية نجاح العملية مرهون بوعي المسافرين بلال نعم فقتاش مثلا بلال الكرة راهي في مرماهم إذا فقتاش نقدروا نقولوا نجاح أم غير نجاح العملية على الأقل في المرحلة الأولى رقم بلا المجلس المجلس العلمي هو راه يتابع في هذه العملية ونخلي له هو يقوم نعم. بإعطاء التقييم الشامل بعد عدة رحلات. أمين أندلسي ناطق رسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية كنت ضيفا عزيزا شكرا بلال من مطار شكرا. الجزائر الدولي شكرا. أتمنى أن نلتقي هنا في البلاطو كما كنا ان شاء الله لما كانت الامور الحدود مفتوحه نتمنى يفتح او يتم اعاده فتح كل الخطوط. شكرا لك امين، يوم موفق لك ولكل الزملاء المتواجدين في مطار الجزائر الدولي. اذا مشاهدينا الكرام التغطيه لا تزال مستمره لقناه الشروق نيوز لهذه العمليه وهذا الحدث فتح او عوده رحلات الجويه بشكل جزئي.